مرحبا حبايبي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. خلص شهر ورح نبدا بشهر جديد، فاجا كمان وقت اني اقعد واصور لكم فيديو مفضلات الشهر الماضي. فيديو اليوم رح يكون مفضلات شهر تموز. عندي كم شغله حبتهم كثير وحابه اني اشارككم فيهم، فاذا حابين تشوفوا هذا الفيديو خليكم تبعين. بس قبل ما نبلش حابه اذكركم اذا كنتوا جداد لا تنسوا تحطوا لايك، تضغطوا على الزر الاحمر لاشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار الفيديوهات القادمة. وهلأ إذا حابين تشوفوا شي هي أفضل منتجات لشهر تموز خليكم تابعين ويلا نبلش. أوكي، أول شي رح بلش بالميك اب، رح عيد القسم اللي مانو ميك اب للأخير. بالعادة ببلش دايما إذا عندي شي مانو ميك اب دايما ببلش في البداية، بس اليوم حابة أعمل عكس. أوكي، أول شي رح بلش بشغلة كتير 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 حاولتها، هو هذا المنتج من سماش بوكس اسمه بلندبل ليب اند تشيك كولر ستيك كولر. هذا الاختراع بجنن، هو عبارة عن بيجي مثل ستيك، هو بلاش كريمي وفيكم تستعملوه ايضا كحمرة او كليب بام لانه لونه مانو كتير كتير قاسي او مانو كتير قوي يعني لتحطوه كحمرة، بس بجنن على الخد، له لمعة كتير كتير حلوة للايام اللي حابين تحطوا شي على وشكم بس ما بدكم يكون شي كتير قوي فيكم تستعملوه، بيعطي كأنه مثل حاطين جلاس على الوش يعني كتير 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 حلو، بيندمج بسهولة، لونه جاي اللي بيقولوله المشمش الفاتح كتير. فإذا حابين تعطوا بس هيك لون بسيط للبشرة بدون ما يبين زيادة، في أيام كتير كنت عم استعمله حتى بدون فاونديشن، بس شوية كونسيلر شوية بلاش مثل المكياج طبعا المراهقات فرجتكم اياه كتير 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 عم حبوه، وخاصة بالصيف ايام اللي ما بتحبوه كتير نحط كتير منتجات على الوجه، ولكن بنفس الوقت نبين هيلثي، نبين انه بشرتنا عم تضوي، بشرتنا عم تلمع كتير كتير حلو، بيعطي افكت كمان كأنه شوي حاطين هايلايتر لانه له هاي اللمعة، فكتير كتير حبيته. وانا بصراحة ما حطيته على تمي، يعني كم مرة اللي استخدمته فيها هذا الشهر استعملته كبس كبلاش كريمي، كتير 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 حبيته، بيضاين كمان لفترة معقولة خلال النهار، بيجي معه بالقفة مثل اسفنجة بس انا ما بستعمله، بدهنه فورا على فرشاي ومن الفرشاي فورا بحطه على الوش، فكتير كتير حاولته. انا شفت هون عنا نازل لونين، انا اخذت اللون اللي اسمه سيلفر ليك سانسيت اللي هو بيجي لون افتح وممتاز، ما فيني لكم غير بجنن. اوكي، تاني شي رح احكي على البلاش، عندي بلاشين مفضلات هذا الشهر. البلاش التاني اللي هو من كيكو اسمه شيد فيوجن تريو بلاش، عندي الرقم 01. هذا البلاش اللي حاطته اليوم لونه كتير كتير ناعم كتير بناتي، كتير بحب البلاشز اللي من هذا اللون. هلا هو بيجي فيه ثلاث اقسام، انا بالعاده لما باخذه مشان هيك موسخين بالعاده بخلطهم الثلاثه مع بعض وبحطهم على وشي، لونه كتير كتير حلو، هو كتير بيندمج بمعكم بشكل كتير كتير سهل، لونه منه كتير كتير قوي، طبعا انتم فيكم تبنوا لونه شوي شوي، ولكن بشكل عام لونه منه كتير كتير قوي، مناسب لكتير صبايا. مطفي هذا البلاش، ما فيه اي لمعة ابدا. انا بالعادة بحب اني حاط بلاشز يكونوا شوي لون لمعة مثل بلاشز تبع الميلاني اللي صرعت مخهم فيهم، بس ايام كتير بحب اني حاط بس بلاش بس مطفي لما بكون في كتير مثلا برق على عيني، حاطة هايلايتر قوي مثلا بدي زبطه شوي ما بدي يكون كلي عم بروق، فبحط بلاش مطفي. وهذا بلاشز من احد البلاشز المطفية اللي كتير 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 بحبها واللي كنت كتير بالاخص حاببتها خلال الشهر الماضي، فممتاز هذا البلاش بجنن، كتير كتير بنصحكم كمان كتير بنصحكم فيه. اوكي، بعدها خلينا نضل بكيكو، عندي كمان منتج من كيكو. هلا هذا المنتج عم غش فيه بشكل كتير كبير، بس لانه كتير بالمرتين اللي استعملته فيه كتير حبيتهم. هي حمرة من كيكو، على فكرة هلا كيكو في هاي اللحظة عامل سيلات، فاذا حاطين عينكم على اي شيء روحوا جيبوه هلا وانتهزوا فرصة السيلات بكيكو. انا اخذت هذا على السيل، اسمه هايدرا شايني ليب ستيلو، بيجي بهذا الباكجينج، لونه في منه كذا لون، كنت محتارة بين لونين مدري ثلاثة، بس انت اخذت هاد، لونه بجنن جدا، ليكو لونه قد ايه حلو، لحطه ليكو بيعقد، له اللمعة كتير حلوة
بيجي كتير مرتب على التم، ما بيعلق بالمناطق الناشفة على التم. اللون هاي الحمراء بيجنن، لونه احمر بس تقلب شوي على الزهر، على إيه فيه شوي مثل فوشي، كأنه لون الفريز، بيقولوا الفريزي الغامق، وعارف فريزي فيه هيك لون، بس بجنن لونه. عندها بالرقم 12، ممتاز بداية لفترة معقولة، خفيف كتير على التم، مانا مزعج ابدا. انا كتير 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 حاببته، وخاصة انه قلو لمعة مانو مطفي، فكأنه عم تدمجوا شوية غلاس مع شوية حمراء وبيطلع عندكم هذا اللون البعض. فكرة حتى لما بيروح بيضل معلم، كأنه لما بتحطوا مثلا مرتب شفاه بيكون له مثلا لون غامق، بيضل عاطي هذا الأثر على التم، فحتى لما بيختفي ما بيختفي بطريقة بشعة، فلهيك كمان كتير حبيته. اوكي، شغلة كمان للتم اللي هو هاد محدد الشفاه او هاد الليب لاينر من نيكس اللي اسمه نيكس سويد مات ليب لاينر، عندي بالرقم فري سبيريت اتوقع. هاد الليب لاينر كتير حلو، كتير كريمي، لونه بجنن، لونه جاي على نود شوي، قالب شوي على بني، ولكن كتير دافي. الشغلة بس اللي ما بحبها فيه انه ما بحب الاقلام اللي بتكون خشب، ميل اكتر اني احب الاقلام اللي تكون مثل كأنه بلاستيك جواتها، ما بعرف، بحس دايما الاقلام تكون خشب ما بتجي كتير كريمية، ولكن هاد استثناء ممتاز لانه كتير كتير كريمي، بداين على التم لفترة كتير معقولة. هذا اللون بيروح كتير مع حمرات الأشخاص اللي بيحبوا ألوان النود، يعني كتير بحدد في تمي وبمليه بنفس الوقت، ما بحط فوقه ولا أي شيء، يعني كتير بس بحط فوقه مثلا غلاس أو شيء وبيطلع لونه بجنن. كتير 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 بحب هاد اللون، كتير بنصحكم بهاد اللاين تبع محدد الشفاه من نيكس، النيكس سويد مات ليب لاينرز، عندهم ألوان كتير 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 حلوة والليب لاينرز ممتازين. انا رح احكي على كنسيلر من ماكس فاكتور اسمه All Day Concealer. هلا هذا الكنسيلر او هاد خافي العيوب فيه محاسن وفيه مساوئ. اول شغلة جدا جدا سيئة فيه انه حاسة يعني ما رح يضايقني شهر، ما استعملته بس كم مرة خلال الشهر الماضي وليكو اوريدي خلص نصه. للشخص اللي او للصبية اللي رح تحطه او رح تشتريه وتستخدمه كل يوم يعني ما رح يضاينا شهر، بس انا كتير حبيته لسبب معين اللي هو لايام اللي ما بكون حاطة، ما بكون حابة اني حط كتير فاونديشن. الشهر الماضي بصراحة كتير ايام اللي كنت عم حط ايام اللي كنت عم حط ميك اب عم يكون كتير 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 خفيف، كتير اكتر شيء حواجب، ماسكرا، كنسيلر، بلاش وحمرة، لهيك ما راح تشوفوا في كتير كتير شغلات. ايام كمان بدي اضيف بحط البرونزر، فلهيك هذا الكنسيلر كان الشغلات اللي كتير كنت عم استخدمها الشهر الماضي، لانه كتير خفيف. اللون تبعه انا عم استعمل الرقم فير 306، اللون تبعه بحس فيه شوي على سمو او بيقرب شوي على بيتش، فكتير مناسب لايام اللي بيكون في مثلا كتير سواد تحت العين. طبعا ايام اللي بيكون شوي مثلا ماني نايمة منيح عندي شوية سواد تحت العين، بركز اغلب الكنسيلر هون، شوية صغيرة. طبعا للصبية اللي ما بتحط فاونديشن بتحط بس مثلا كنسيلر مات كترو كتير الكنسيلر تحت العين، انا بحط شوية صغيرة هون وبحاول مده فبينمد معي بطريقة خفيفة، بيعطي تغطية ولكن ما ببين كتير انه حاطة كنسيلر او حتى مكياج على الوش. هلا اذا مدوروا على كنسيلر يكون تغطيته كتير 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 قوية، فهاد الكنسيلر لا، هاد الكنسيلر تغطيته خفيفة لا متوسطة. اذا عم تدوروا شي بس بشكل خفيف يعطيكم شوية اضاءة يفيسة في شوية سواد يخفي، فكتير كتير بنصحكم فيه. وانا ما بثبته هاد لاني ما بستعمل منه كمية كبيرة، مثل ما قلت، بس ما بثبته وبيخطط ولكن بطريقة عادية مثل باقي الكنسيلرات اللي شوي صغيرة بيخططوا. ف
رجلنا مفتوح. هلا انا ما بسبته، بيخطط شوي صغيرة ولكن بطريقة مانا كتير 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 بشعة. فهاي هاي كمان لحظة صغيرة. هذا كان كل شيء ميك اب عندي في هذا الشهر. ما قلت لكم كثير كنت حابة اني حط ميك اب الشهر الماضي، لانه يعني صار في المانيا شوب يعني ما بتخيل خلال الثلاث اربع سنين اللي صرت قاعدة فيهم هون في عمري حسيت في هذا الشوب ما طبيعي، عن جد ما طبيعي. فلهذا السبب ما كنت كثير كثير عم حط ميك اب. اوكي نجي للشغلات اللي معنا ميك اب. هدول القصص اكيد شفتوا منه انه صار ملان ملان ملان، صار ما ضل صبيه لا على اليوتيوب ولا على الانستغرام وحتى في الشارع حاطين منهم. وبصراحه انا كثير حبيتهم، خاصه حبيت هذا الموديل. فالصبايا اللي عايشين هون في المانيا او حتى في اوروبا للي عندهم برايمارك، ما تروحوا تشتروها من اي محل تاني لانه كثير 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 اغلى من الشيء اللي هن يعني انه كلهم حبستين. فروحوا برايمارك، هدول بتلاقوهم الاثنين حجمين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، بتلاقوهم بثلاثة يورو. ف للصبايا اللي مشتيين عليهم بس بحس انه السعر اوكي، بس للصبية اللي مشتية على هدول الشكلات وفروا مصاريكم روحوا اشتروها من برايمارك. في عنده كمان كذا موديل يعني، بس انه حلوين، بس ما بطلع حلوين مع شعراتي اليوم. فايا هاي الشغلة. الشغلة كمان كتير حاببتها من برايمارك لان هدول الحلقات كمان صاروا 3 يورو، بس كتير كتير حلوين وكتير كيوت، كتير مبينين اغلى اغلى من هيك يعني، كتير 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 حلوين. و فكرة قال يعني إلهم هيك وزن يعني، بس ما أنا مزعجين عدان، صرت حاطتهم كذا مرة خلال الشهر الماضي، كتير 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 حاببتهم. وهلأ آخر 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 شيء رح أحكي عليه هذا الشهر اللي هو هذا المنتج من نيتروجينا. هذا اسمه سكين ديتوكس، بيجي في البيلينج، مقشر كتير كتير ناعم، الحبوبات اللي فيه كتير كتير ناعمة. هذا المنتج كتير حبيته لعدة أسباب. أول شيء مثل ما قلت الحبيبات الناعمة فيه بتعمل تقشير كتير خفيف للبشرة، ما أنه مثل مثلا لما بتعملوا سكر أو شيء بيكون كتير قاسي. يعني أنا بحب منتج كمان من لوريال اللي هو الجلو بيلينج، بيجي مثل حوجة اللي بيكون فيها سكر وعسل. لما بعمل تقشير في هاد السكر بيكون حبيباته شوي أخشن، فبيعمل تقشير كتير بحسه قوي على البشرة. يعني لما بدي مؤشر يعني بدي نظف بشرتي منيح، ميل اني استعمل هداك. هذا المنتج عم استعمله مو كل يوم، عم استعمله تقريبا يوم اي يوم لا، لما يكون النهار اللي عم كون حاطة فيه ميك اب، عم كون حاطة فيه فاونديشن، حاطة شي منتجات للبشرة كمان عم استعمله، لانه عم بحس انه عم بينظف لي المسام بطريقة كتير حلوة. بحس بشرتي فيه جدا جدا ناعمة. بعدين بيجي فيه هلأ هو معنو نعناع، بس بتحسه مثل كأنه في شي نعناع، في شي هيك عم يبورد البشرة لما انتو عم تغسلوا، لما انتو عم تغسلوا بشرتكم فيه. فكتير كتير حاببته. فيه جليكوليك اسيد، حمض الجليكوليك، بينظف البشرة كتير 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 بطريقة حلوة، بينظف ايضا المسام، تحسوا المسام تبعكم نطفت 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 عن جد. اللي عنده بشرة جافة واللي بيخافوا من اني مثلا التقشير انه نشف لهم بشرتهم، انا عندي بشرة جافة وهذا المنتج ما نشف لي بشرتي ابدا. مثل ما انت مانو تقشير كتير قوي، هو تقشير بيكون مثل مقشر يومي بما معناه. هذا المنتج معمول خصيصا لحتى مثل ينقي البشرة من الملوثات اللي بتضر البشرة واللي البشرة بتواجهها يوميا، حتى من البيئة يعني، بس مو بس من الميك اب. فكتير بصراحة كتير كتير حبيت هذا المنتج، وانا بالنسبة لي كتير واتى بشرتي، فحبيت شارككم بهذا الشيء كمان. فإذن هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بتمنى انه يكون نال اعجابكم ونال جداكم. لا تنسوا تحطوا لايك، تضغطوا على الزر الاحمر، زر السبسكرايب، لا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار بالفيديوهات القادمة. يعني بالمجمل كل شيء في شغلات خرج تعملوها بتمنى انكم تعملوها. لا تنسوا تعملوا شير للفيديو اذا حبيتوه مع رفقاتكم، مع اصحابكم، مع اي حدا حاسين انه ممكن يستفيد من هذا الفيديو. انا بحبكم كتير كتير كتير، وبشوفكم بالفيديو جاي. باي.